حضراتكم في كل مكان. طبعا أيام مهمة جدا في تاريخ بلدنا، والحقيقة أنه إحنا على مدار سنين كتير، ويمكن يعني 10 سنين أو 11 سنة اللي فاتوا ما كانتش سنين سهلة. إحنا بنعدي بأزمات، مئات الأزمات يمكن، لكن الشيء المشترك أنه البلد دي واقفة على رجليها، الشعب والقيادة وجميع المؤسسات إيد واحدة قدام كل المشاكل. بلدنا ويمكن من 10 سنين الناس كانت بتقول مش هتعدي من هذه الصعاب، حوالينا العالم كان بينظر لمصر وازاي البلد دي هترجع تستقر وتقف على رجليها، لكن الحقيقة ان احنا قدرنا نعمل ده، وشفنا مرحلة جديدة كمان من التاريخ اللي عنوانه هو الجمهورية الجديدة بكل ما حدث فيها خلال السنين اللي فاتت. وده الحقيقة حق بلدنا علينا، هذا الوطن يستحق دائما ان احنا نقدم له الأفضل. لازم كشعب نكون عارفين نقدر يعني ايه ان احنا نقرر مصيرنا، شكل المستقبل من خلال ايه؟ من خلال صناديق الانتخابات. هو ده الفيصل، انه حضرتك تنزل تشارك تقول رأيك، تقدر ان انت تحدد شكل وملامح هذا المستقبل، مستقبلك ومستقبل ولادك، من خلال مشاركتك واختيارك للمرشح اللي حضرتك مقتنع بيه، وربنا يولي من يصلح. لكن ايه المهم؟ المهم ان حضرتك تمارس حقك الدستوري في حرية تامة، تختار اللي يقود هذا الوطن لسنوات قادمة. والحقيقة ان الموضوع هنا مش متعلق بالنتيجة ولا بالمرشح الرئاسي، انما بحيوية المشاركة، انك تقدر ان انت تنزل في بلدك تمارس حقوقك السياسية. والبني آدم والإنسان المصري يشعر أنه شريك في صناعة المستقبل ولو جزء من هذا المستقبل. ويمكن إحنا مؤخراً شفنا تجربة الحوار الوطني، وقد إيه هذه التجربة اللي كان الهدف الرئيسي منها هو أنه نطرح أفكار، وإن كانت أفكار مختلفة حوالين قضايا بتهمنا، نقعد على طاولة حوار يكون في طرح للمشاكل اللي بتواجهنا كدولة، ونقعد نعرف يعني إيه قيمة هذا الحوار، قيمة الأفكار لما تطرح على طاولة الحوار مع اختلاف هذه الأفكار. لكن خليني أرجع هنا للي قاله سيادة الرئيس لما قال الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، لأنه إحنا قضيتنا واحدة، لكن نقعد ونتشارك الأفكار ونقدر نختار فكرة وتسمعها القيادة السياسية ونشتغل عليها، يمكن ده اللي كنا مفتقدينه علشان نكون على الطريق الصحيح ان احنا نبني مستقبلنا ونرسم ملامحه. لكن بكل تأكيد الأجيال اللي جاية تستحق مننا ان هم يشوفوا مشهد انتخابي يليق بالبلد دي. ويمكن التصويت في الخارج الحقيقة كان شيء يفرح، الوعي اللي المصريين في الخارج وروه للعالم كله ملحمة الحقيقة، بلد واقفة ايديها في ايد مؤسساتها، وبتوري العالم قد ايه احنا ناس ايجابيين، احنا طول الوقت، لانه الناس بتنظر لنا وبتنظر لبلدنا يعني شيء طول الوقت طول الوقت بفخر. مصر بلد كبيره، وده قدرنا الحقيقه، لانه قيمه هذه البلد دي قصادها مسؤوليات كبيره مصر دايما شايلها. ومشهد المصريين بالخارج والتصويت بالخارج الحقيقه يدعو للتفاؤل بشكل كبير جدا. احنا عندنا الحد والاثنين والثلاث من 10 ديسمبر ل 12 ديسمبر دي الانتخابات في الداخل، وده ان شاء الله انا متفائله بيه، لانه انا بقيت حتى شايفه انه اولياء الامور بيحكوا لاولادهم عن الانتخابات وازاي الانتخابات دي بتتم، وليه احنا بننزل الانتخابات، وليه لازم ننزل الانتخابات، وليه لازم يكون عندنا وعي سياسي، لانه العالم حوالينا كله بيشهد تحديات مختلفه، والصراعات والحروب بقى ليها اشكال عده. فالجيل ده يستحق مننا ان احنا نديله الثقافه والوعي السياسي اللي يقدر بيه يشوف قيمه بلده وقيمه رئيس بلده ما بين الشعوب. فمهم جدا هذا الاستحقاق الانتخابي اللي احنا داخلين عليه، واحد من اهم الاستحقاقات الانتخابيه طبعا هو انتخاب رئيس مصر. وخليني اقول لحضراتكم انه مساله ان احنا نشوف المعارضه اللي بتطرح افكارها وحلولها للناس، ده مكسب كبير جدا. الانتخابات في حد ذاتها بغض النظر عن النتيجة مكسب سياسي هام جدا في مسار هذا الوطن الغالي. علشان كده صوت حضرتك مهم
وفارق. هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة موضوعات كتير رياضية وسياسية وكل ما يخص العملية الانتخابية، لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع نستمر في حلقتنا. طيب قبل ما نبدأ مسألة التصويت في الانتخابات اللي بيننا وبينها ساعات، لازم نقول لحضراتكم على لجان الوافدين. ودي لجان الحقيقة مهمة جدا، لأن هي أي شخص هو مغترب عن محافظته كان بيبقى عنده مشكلة في إدلاء صوته ويمكن ما يلاقيش اللجنة قريبة منه. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مجموعة من اللجان الانتخابية في كل محافظة يقدر المغترب أو هذا الوافد اللي موجود في محافظة غير محافظته أنه يروح وينتخب داخل هذه اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024. من خلال اللجان دي تقدر تتعرف على وجودك داخل اللجنة، وتقدر أن أنت تدخل علشان تعرف لجنتك، تدخل على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.com، وتقدر تعرف لجنتك فين لو أنت عايش في محافظة غير المحافظة اللي أنت أصلا منها، إزاي تروح وتنتخب. يبقى معانا دلوقتي على التليفون أستاذ عبد الناصر أنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية. مساء الخير على حضرتك، ولو تقول لنا مسألة اللجان الوافدين، ويعني باختصار كده الناس تعمل إيه لو هو مغترب من محافظة غير محافظته، وإيه التسهيلات اللي أنتوا بتقدموها علشان الناس تقدر أنها تروح وتنتخب في غير محافظتها. مساء النور عليك وعلى مشاهدينك يا أستاذة هدير. خليني أبدأ مع حضرتك أن لجان الوافدين هي واحدة من أهم التدخلات اللي الهيئة الوطنية للانتخابات استخدمتها عشان تيسير وصول الناخبين للجان الاقتراع دون تعطيل مصالحهم أو تعطيل أمورهم الحياتية التي تتطلب انتقالهم خارج دوائر الجغرافية التي بها أصواتهم الأساسية. وبالتالي في كل محافظة من محافظات مصر 27 محافظة هناك لجان محددة للوافدين، إجمالي عددها 361 لجنة نوعية. يمكن لأي مواطن أنه يدخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويستعلم عن المحافظة التي سينتقل إليها والمركز الذي سيذهب إليه، هيلاقي قدامه عناوين هذه اللجان. يقدر يروح لهذه اللجنة ببطاقة الرقم القومي فقط لا غير، ويقدمها للمستشار الموجود داخل اللجنة الذي سيرسل لي آلية الإدلاء بصوته بشكل سلس وبسيط ودون أي إثباتات تطلب منه من أجل أداء هذه المهمة. فده امتياز مهم جدا، ربما كان واحد من أهم الامتيازات اللي احنا طالبنا بيها لفترات زمنية سابقة، وتدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات هذه المرة. يعني عايز أقول لحضرتك إن احنا القاهرة بمفردها عندنا 58 لجنة للمغتربين داخلها، الجيزة عندنا 46 لجنة. المحافظات ذات الكثافة العددية الكبيرة من المشتغلين من خارج تلك المحافظات زي محافظات جنوب سيناء، زي مرسى مطروح، زي الإسكندرية، هنلاقي إن اللجان بتزداد عددها طبقا لمعاملات الهيئة الوطنية مع وزارة الداخلية استخدمتها عشان تقيس أعداد هؤلاء المغتربين وتقدر تيسر عليهم هذه العمليه بشكل جيد. عايز اقول لك ان ده مش التيسير الوحيد اللي الهيئه استخدمته، لكن عندنا مجموعه عظيمه جدا من التيسيرات استخدمت لصالح الاشخاص ذوي الاعاقه، ربما بتجعل النموذج المصري واحد من افضل النماذج في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه على المستوى الدولي. علشان كده المنظمه الدوليه التابعه للامم المتحده للاشخاص ذوي الاعاقه اشادت بالنموذج المصري اللي وفر بطاقات الاقتراع بطريقه البرايل للمكفوفين، وفر اليه للرؤيه البصريه للاشخاص المصابين بالاعاقات السمعيه عشان تقدر تيسر عليهم، في كروت تصويتيه ذات اليه للاستماع تيسر عليهم معرفه كيفيه التصويت، عدا ان القضاة نفسهم عندهم تعليمات بمعاونة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الإعاقات الحركية فيما يتعلق باللجان إذا كانت في أدوار عليا، إن القاضي بنفسه هو الذي ينزل لهذا الناخب بمساعدة السكرتير وياخد تصويته بشكل كبير جدا. الحقيقة إن كمان عدد لجان الاقتراع زاد بشكل كبير جدا. يعني لو حضرتك فاكرة
في 4 اكتوبر مع بدء اجراءات الدعوه للانتخابات كنا بنتكلم عن 10,085 لجنه. النهارده احنا فوق ال 11,000. 11,631 لجنه احنا بنتكلم، ده معناه ان المسوح التي جرى العمل بيها فيما يتعلق بتيسير قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم تطلبت كمان تخفيض نسب عدد الناخبين الموجودين على كل صندوق اقتراع. صحيح. هنا ده كله بيقول إن المواطن توفرت لي التيسيرات التي تدعم ذهابه إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر. كل الآليات اللي الدولة استخدمتها بتعزز المشاركة لدى المواطنين دون توجيه لانتخاب مرشح بعينه أو إقصاء لمرشح بعينه، الجميع على قدم المساواة، الجميع لهم كل التقدير والاحترام، الناخب يذهب ويدلي بصوته كيفما شاء، أي مشكلة ممكن تواجه أي ناخب في غرف عمليات في إيه نوعية المشكلات اللي ممكن تواجه الناخب اللي داخل يدلي بصوته؟ ممكن إيه هو اللي كمان هو ممكن يعمله يبطل الصوت ده من غير ما هو يبقى عارف؟ شوفي احنا عندنا اسباب ابطال الصوت، في اسباب ممكن تكون اسباب ليها علاقه بحسن النوايا، عشان كده بيبقى مهم ان احنا نقول للناخبين عليها. صوتك ما ينفعش تأيده بشرط، يعني ما ينفعش تدي علامه لمرشح وتقول انا بصوت له علشان خاطر هو بيعمل كذا، ده يبطل صوتك برغم ان انت هنا بتحفز او بتحبس سياساته، لكن ده غير مسموح به. الصوت اللي انت ممكن وانت بتدلي بصوتك رغبتك وحماسك يخليك تكتب اسمك على بطاقة الاقتراع نفسها. انك حد يديك بطاقة من بره ويقول لك صوت فيها، دي بطاقة زي اللي موجودة جوه وهات لنا اللي جوه. استبدال بطاقة الاقتراع ببطاقة غير اللي القاضي سلمها لك يبطل صوتك. اذا ابديت صوتك بطريقة يصعب من خلالها التثبت لمن تعطي هذا الصوت. يعني بتعمل علامة صح، فعلامة صح جابت اسمين مش اسم واحد. هنا الصوت بيبقى باطل. ان حضرتك وانت بتعمل العلامة تعملها بدل ما تعمل علامة صح تعمل علامة اكس. فده كمان غير مسموح به فيما يتعلق بالتصويت في بطاقات الاقتراع، وبالتالي الناخبين هيلاقوا ان في ارشادات وفي صور ورسوم موجودة قدام اللجان بتشرح له كيف يصوت، وبتشرح له كمان ايه المعوقات اللي ممكن اذا اخطأت فيها يعتبر صوتك باطل عند الادلاء بصوتك داخل اللجنة. طيب عشان كده كل دي موجودة عندنا. استاذ عبد الناصر، ملاحظاتك على المشهد الانتخابي بعد التصويت المصريين بالخارج، الانتخابات في 2024 واختلافها عن الدورة السابقة. خليني أقول لحضرتك إن تصويت المصريين بالخارج في هذه الدورة ربما كان نسب الإقبال فيه أعلى بكتير جدا من الانتخابات السابقة في الدورات الثلاثة اللي كان فيه تصويت للمصريين بالخارج. وربما كان تصويت المصريين في الخارج رسالة لمواطني الداخل لاستشعار أهمية هذه الانتخابات ومدى تأثيرها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. الحقيقة إن هذه الانتخابات أهميتها ترتفع لدرجة تجعلها مهمة وطنية أكثر مما هي مجرد استحقاق وطني خاص بعملية الإدلاء بالصوت لاختيار رئيس جمهورية، لأن الأحداث واللي مرت بيها الدولة ومرت بيها المنطقة خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا أثبتت خطورة هذا المنصب وقيمة هذا المنصب في تعزيز سياسات بعينها للدفاع عن استقلالية القرار الوطني، عن وحدة وسيادة التراب الوطني المقدس، للدفاع عن مصالح الدولة المصرية. الانتخابات كانت قبل كده يمكن، واحنا بنتكلم قبل شهر اكتوبر، قبل 7 اكتوبر الماضي، كان العنصر الاقتصادي ربما هو السائد والغالب على تحفيزات المصريين في التصويت. لكن بعد ما شهدته غزة، بعد الحديث عن مؤامرة لها علاقة بصفقة القرن اللي بتحاول تفرض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم إلى جزء من سيناء، كل ده خلى هذه العملية لها أهمية أكبر بكثير جدا من مجرد انعكاس على العملية الانتخابية. حضرتك شايف كده كل المشهد السياسي والاقتصادي والأزمات اللي بتشهدها المنطقة وبالتحديد بلدنا متأثرة شرقا وغربا وجنوبا بعدة أزمات، شايف ده انه كان ليه انعكاس على المشهد الانتخابي وعلى وعي الناس السياسي؟ طبعا كان ليه انعكاس كبير على الوضع العام، وكمان كان ليه
اهميه كبيره جدا في تحفيز قطاع واسع من الشباب على الاهتمام بالعمليه الانتخابيه والتفاعل معها بشكل كبير جدا. عايز خليني اقول لك ان احد اهم المكاسب اللي احنا كسبناها في فتره التحضير لانتخابات الرئاسه 2024 هي اكتساب قطاعات واسعه من الشباب للمشاركه. عايز اقول لك ان تاسست خلال الشهور الماضيه ما يقرب من 68 مبادره شبابيه وكيان شبابي هدفهم هو تعزيز فكره المشاركه، مارسوا انشطه على الارض هدفها توعيه المواطنين، انشاوا مكاتب لايضاح مقر اللجان ومساعده المواطنين على التعرف على مقر التصويت الخاصه بهم في مختلف انحاء الدوله المصريه. في كل مكان الشباب بقى مهتم، متعاطي، متفاعل مع العمليه، مدرك كويس جدا ان هذه الانتخابات ليست كسابقاتها. الانتخابات هذه المره هي انتخابات الهدف منها تمكين العلاقه وتقويه اواصر الدوله المصريه، وبالتالي انا متفائل بشكل كبير جدا فيما يتعلق بنسب اقبال المواطنين. وعايز اقول للمواطنين ان الهدف مش من المشاركه مش بس ان احنا نحسم مين هو رئيس مصر للست سنوات القادمه، الهدف الحقيقي هذه المره هو تقويه مؤسسات الدوله، هو إثبات قوة الصوت الوطني فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح الدولة المصرية. الصوت هنا أصبح ليه قيمة مهمة جدا في منح القوة والقدرة والصلابة للقرارات التي ستتخذها المؤسسات الرئاسية والتنفيذية فيما يتعلق بالعديد من الملفات الصعبة اللي احنا طيب أستاذ عبد الناصر أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عند النقطة دي. لو حد شايف أنه النتيجة محسومة لصالح مرشح ما، وإن كانت حتى هي دي النتيجة اللي هو شخصيا عايزها، لكن مكسل يروح الانتخابات، أنت شايف تقول له إيه؟ إيه أهمية نزوله للانتخابات؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن خمسة أصوات فقط قادرة على أن تحسم منصب رئيس الجمهورية، لأن قدام الأربع مرشحين لو في خمسة راحوا أنا كده عرفت مين هو رئيس الجمهورية. عظيم. لكن عايز أقول للمصريين وياخدوا بالهم معايا إن تقاعسك عن الذهاب لصندوق الاقتراع ربما يبدل النتيجة لمرشح لم تكن تتوقع له أن يفوز. ولو أنا وحضرتك مرشحين قصاد بعض وحضرتك معاكي سبع أصوات وأنا معايا ثلاثة، الطبيعي إن حضرتك تنجحي. وتنجحي بفارق كبير جدا، لكن لو خمسة من أنصار حضرتك كل واحد لوحده قال ما الباقيين رايحين والفرق كبير فانا مش هروح، هتكون النتيجه ان انا هبقى ثلاثه زي ما انا، لكن حضرتك هتبقي اثنين وتغيرت النتيجه. دي نقطه اولى مهم جدا الناس تاخد بالها منها، لانها مش بس فرضيه رياضيه، لا وحدثت بالفعل في انتخابات رئاسيه مصريه سابقه. طيب استاذ عبد الناصر انا عايز اسال عن نقطه بعينها، يعني انا عايز اسال عن عدد المشاركين في العمليه الانتخابيه براي اهل السياسه، ومسألة كمان أهمية العدد ده للتشريعات الخاصة بالمؤسسات الدولية المؤسسات الحكومية. أنا عايز أقول لحضرتك إن كلما ازداد عدد المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية كل ما ده كان معزز لصورة الدولة ولمؤسساتها ويقوي قدرة هذه المؤسسات في الحديث باسم الدولة، لأن كلما زاد عدد المواطنين اللي شاركوا في تلك الانتخابات كل ما كان ده دلالته أكبر على الرضا العام عن طبيعة وتركيبة النظام السياسي، وبالتالي في كثير من القرارات بتكون عملية اتخاذها أسهل كل ما كان متخذ القرار بيتمتع بشعبية كبيرة. صحيح. ولو حضرتك افتكرتي احنا عندنا ثلاث حالات سبق ان مؤسسة الرئاسة طلبت فيها من المواطنين الخروج للتفويض الشعبي كبديل عن استخدام آلية الاستفتاء اللي معقدة وتحتاج لتكاليف مالية كبيرة جدا. صحيح. وكان رد المصريين على الأرض على طول بأعداد كبيرة جدا، يعني من شهر بالظبط رئيس الجمهورية اتكلم على الضغوط الخاصة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقال انه لو طلب من المصريين الخروج لإبداء رأيهم هيقولوا طب أنا دلوقتي عندي صندوق اقتراع بديل للخروج للشارع أستخدمه وأستفيد منه. عشان كده المصريين لازم يكونوا واعيين، مساهمتك في حل القضية الفلسطينية وفي نصرة الفلسطينيين جزء كبير منها تصويتك في انتخابات الأحد إلى الثلاثاء القادم. الأزمة الاقتصادية اللي أنت شايف إن فيه قرارات صعبة لازم تتخذ فيما شأنها
أصواتكم الكثيفة في صناديق الاقتراع ستعزز قدرة المؤسسة على اتخاذها. نهر النيل اللي احنا بنتكلم على مخاطر تهدد حصتنا التاريخية فيه، صوتك في صندوق الاقتراع أداة مهمة جدا لتقوية قرار الرئيس فيما يتعلق بالدفاع عن هذه الحقوق التاريخية. عشان كده مهم جدا خروج الملايين لصناديق الاقتراع. نحن على ثقة بوعي المصريين، اختباراتنا مع المصريين قبل كده بتقول انهم في اللحظات الصعبة بيكونوا على قدر المسؤولية وبيبهرونا بالتفافهم وسندتهم للسيادة الوطنية، لكن لهذا لا يمنع اننا نعيد التوجيه والتكرار للتأكيد على أهمية المشاركة، أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أهمية التواصل في حال وجود أي عائق غير مقصود أو مقصود، لأن الهيئة الوطنية وكافة مؤسسات الدولة مستنفرة لتيسير الإجراءات لصالح المواطنين. أي مشكلة استعدادات على قدم وساق للانتخابات الرئاسية طبعا. بكل تأكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر أنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طيب يمكن الأطفال والجيل الجديد يعني مروا بصراحة السنين اللي فاتت بتغيرات عدة، وكل الأسر بتبقى متخوفة، أول ما بتخاف بتخاف على أولادها. إحنا يعني عمالين كل شوية نشرح لهم أزمات حوالينا بتحصل، حروب بتحصل، سواء حروب عسكرية أو حروب اقتصادية بتحصل، لكن الحقيقة هما دايما بيفاجئونا باستيعابهم لده، ويعني قدرتهم إنهم ياخدوا قرارات ويقفوا وينصروا ويفهموا يعني ايه فلسطين ويعني ايه القضيه الفلسطينيه، وبننبهر بيهم طول الوقت. فده بيشجعنا اكتر على ان احنا نربيهم تربيه سليمه، تربيه وطنيه سليمه، يعرفوا قيمه بلدهم، يعرفوا يعني ايه رئيس مصر، اهميه هذه الانتخابات الرئاسيه. كل اللي بيحصل ده بيشجعنا الحقيقه ان احنا نحكي لهم اكتر ونشرح لهم اكتر. لكن ازاي؟ ازاي اقول الطفل افهمه يعني ايه انتخابات؟ يمكن المصطلحات شويه تكون صعبه عليه، ازاي اخليه يدرك قيمه هذه العمليه الانتخابيه؟ خلينا دلوقتي ناخد على التليفون دكتور محمد حموده استشاري طب النفسي. مساء الخير عليك يا دكتور، وازاي اشرح للاطفال العمليه الانتخابيه واهميتها من غير ما يعني ادخل اقول لهم كلام صعب او مصطلحات صعبه عليهم؟ مساء النور، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. أول حاجة لازم ناخد بالنا إن اللي إحنا هنعلمه لأطفالنا هيستمر معاهم طول الوقت. صحيح. يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لو علمته أهمية الانتخابات ودورها في إنه ده بيحدد مستقبل البلد بشكل عام، ده هيفضل معاه وهيبقى بعد كده راجل كبير بينزل لجنة الانتخابات وبياخد الموضوع بشكل حيوي مش على الهامش، وعنده ثقة إن صوته هيقدر يغير. لكن لو علمته، في اباء سلبيين كتير بيوصلوا اولادهم فكره انه ملوش لازمه وملوش قيمه الموضوع بتاع الانتخابات ده، وفي الاخر النتائج محسومه، وده غلط لان ده بينغرس. وفي اباء تانية يا دكتور محمد بنلاقيهم واخدين اطفالهم للجان وبيوروهم وبيعرفوهم، والاطفال أيوة نازله بتغني الاغاني الوطنيه ورفع الاعلام. في النموذج الايجابي وفي النموذج السلبي. النموذج السلبي ده المفروض نتمنى عنه تماما، عشان احنا هنبقى عارفين انه ده هيأثر فيهم سلبا بعد كده في المستقبل وهيخليهم اشخاص مش فاعلين. لكن النموذج الايجابي اني اشرح يعني ايه دور الرئيس ويعني ايه اختيار رئيس جمهوريه، واهتم قوي باني ابين صوره الرئيس زي صوره مدير المدرسه عشان اوصل الفكره للطالب. تخيل كده انت لو مدير المدرسه شخص مثلا عنيف او شخص بيتعامل مع الطلبه بشكل سلبي، هتبقى انت حبه؟ طب لو اديناكم الفرصه انكم تختاروا مدير المدرسه بتاعكم، ايه رايك؟ فهو هيحب الفكره جدا، فنبدا ناخده في السكه دي، ناخده بالتشبيه ده انه ينزل ويشوف، ونوضح له ان المدرسه بتاعته وكل طالب ليه دور ايجابي، لانه اللجان هتبقى في المدارس، فاحنا هنستلف منكم المدرسه عشان نعمل فيها العمليه الانتخابيه، ايه رايك بقى تيجي معايا؟ ايه رايك بقى تشوف؟ ايه رايك تقول لي رايك ايه في المرشحين؟ طب وناقش معاه كل مرشح واقول له كل مرشح فيهم بيقول ايه؟ واقول له انت رايك ايه في الموضوع؟ هيحب قوي وهيهتم ان انا اخد رايه وان انا بعامله كواحد كبير، وهيهتم قوي لما يحس ان هو ليه دور بانه مدرسته اللي هو بيحضر فيها والديسك بتاعه هيبقى ليه دور وهيبقى ليه مكان، وهيهتم قوي لما يعرف النموذج بتاع اختيار الرئيس شبه نموذج اختيار مدير المدرسه. فدي كلها حاجات ايجابيه هتساعد الطفل انه يفهم وانه يختار.
قيمة ده إيه للمجتمع وللطفل ولبلدنا؟ قيمة الوعي اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نبنيه في ولادنا. بالظبط كده، والحقيقة الحكاية دي كنت بتعمل في المدارس من بدري، وكان زمان في التلفزيون في حاجة اسمها البرلمان الصغير، كنا بنشوف واحنا أطفال العملية الانتخابية بتاعت البرلمان الصغير والناس ازاي بتعبر عن آرائها، وكانت حاجة إيجابية جدا. للأسف الحكاية دي انتهت وما بقاش في حد بيوري النموذج الانتخابي في صورة برنامج أطفال أو حاجة زي كده. ولو ده رجع تاني هيفرق جدا مع الأطفال. اختيار رائد الفصل في المدرسة فهم للطفل نموذج يعني إمتى اختياره فمهم قوي إنه يبقى المدارس بتختار رائد الفصل وتعمل عملية انتخابية للأطفال عشان يفهموا ده بعدين، يفهموا ده برضه إنه ده دور مهم جدا. وبشكل عام الاحتفال بانتخابات الرئاسة على إنها حاجة قومية وعيد قومي أو عيد زي العيد الكبير والعيد الصغير ويوم الجمعة يخلي الشخص لما يكبر ما بيفكرش هو ينزل ولا ما ينزلش، هو كده كده لازم ينزل، يعني احنا ما بنفكرش احنا رايحين نصلي ولا لا، احنا كده كده نازلين، ما بنفكرش احنا رايحين صلاه العيد ولا لا، احنا كده كده نازلين، فهو المفروض بنفس الطريقه ده موجود مع الاطفال عشان يبقى عندهم الفكره دي والاقتناع ده لما يكبروا، ان احنا كده كده نازلين ما فيش اختيار ان احنا ننزل او ما ننزلش. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. مكملين مع حضراتكم حلقتنا، لكن هنروح لفاصل ونرجع مستمرين مع حضراتكم. الانتخابات المصرية نروح مع حضراتكم للانتخابات الروسية في مارس القادم، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وده زي ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية النهاردة الجمعة. والوكالة قالت أنه الرئيس بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكريملين بعد ما كان بيكرم جنود كانوا بيقاتلوا في أوكرانيا ومنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهي ميدالية النجمة الذهبية. والحقيقة أنه
كان هناك ردود أفعال متباينة في الداخل الروسي. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي. معانا على التليفون أستاذ تيمور دويدار، رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو. مساء الخير على حضرتك. يعني يمكن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعني بقول لا خيار آخر لديه سوى الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مارس المقبل 2024. كيف كان رد الفعل والرأي العام الروسي حول هذا؟ تحياتي سيدتي. يعني رد الفعل كان عادي، يعني كلنا متوقعين ذلك. وهو ايضا يعني كما ذكر ليس لديه مخرج اخر، هذا عمله على مدار اكثر من 20 عام وسوف تكون فترته الخامسه. يعني وتم تعديل الدستور وأصبحت الفترة الرئاسية بروسيا الاتحادية 6 سنوات بدل ما كانت 4. فمن حقه أن يترشح السنة القادمة في مارس، واتخذ القرار في حين أن الدولة تتحول مع المتحورات التي تشمل تغيير منظومة الإدارة العالمية، وروسيا تتغير في نفس الوقت. فما أعتقد يعني حل مناسب في ضمن المضي في سياسة التغيير إن صح التعبير. إذا أستاذ تيمور، يمكن بيقول بعض المحللين أنه لن يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات القادمة أي مرشحين رئيسيين، وإنما الهدف هو يعني يمكن الحصول على أكبر تفويض لطمس الخلاف الداخلي على الحرب في أوكرانيا. والله صراحة حرب أوكرانيا أعتقد أنه ملف على وشك أن ينتهي. يعني شعبية بوتين في هذا الصدد ما زالت عالية، يعني لديه تأييد أو تفويض مثل ما ذكرتي. بخصوص المنافسين، يعني من حقهم من حق المترشحين أن يقدموا طلباتهم حتى 27 ديسمبر. هذا للمستقلين والمرشحين من الأحزاب لحد 1 يناير. هو بوتين أعتقد سوف ينزل كمستقل مثل المرة الماضية، لكن بالطبع هو مدعوم من الحزب الحاكم، يعني طبيعي. حتى الآن أنا شخصيا لم أسمع، حتى كنت أود أن أذكر لا أرى، لكن لم أسمع حتى بأي مرشح حتى يعني يتقدم لهذه المنافسة بإعلان ترشحه للانتخابات المقبلة. إذا سيد تيمور، برأيك أهم التحديات التي ستواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الانتخابية القادمة مع كل هذه التغيرات اللي بتشهدها الساحة السياسية؟ هو ربما المرشح الأفضل، أعتقد أنه ليس لدي أي مشكلة في كسب الانتخابات والمضي كما ذكرت في الاستمرار السياسة التي تنتهجها روسيا تحت إدارة مكتبي. فالفترة يعني إن نجح في الانتخابات الفترة لحد سنة 30 سوف تكون تظهر روسيا بطريقة ربما تشكلها كدولة مختلفة عن ما كانت تعرف عليه سابقا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد تيمور دويدار، رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم، خليكم دايما معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهارده كان في تويته يعني الناس كلها تفاعلت معاه، وهي تويته للاعب المصري طارق حامد، لاعب خط وسط نادي دمك السعودي ومنتخب مصر. اعلن فيها اعتزاله
للعب الدولي. كتب طارق حامد زي ما حضراتكم شايفين، احنا بنعرض لحضراتكم التويتة على حسابه الشخصي على منصة اكس تويتر سابقا، انه على مدار 10 سنوات تشرف بتمثيل منتخب بلده الحبيب مصر، والنهارده بيعلن اعتزاله للعب الدولي بعد مسيرة طويلة بيفتخر بيها، وبيشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية اللي تشرف بالعمل معها، وبيتمنى لزملائه كل التوفيق في اللي جاي، وبيقول الآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي. الحقيقة طارق حامد لاعب راجل وقدم للمنتخب ولمصر يمكن على مدار سنين مسيرة قوية جدا، لكن احنا زي ما شفنا كان في استبعاد ليه هو وحسين الشحات في مباراة جيبوتي، وكان في مشادة مع فيتوريا وحديث عن ان هم لازم يعتذروا، وبعدين شفنا على اثر ده قرار اعتزال طارق حامد. خلينا نفهم ايه اللي بيحصل والاوساط الرياضيه بتقول ايه. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد مطوع، مساء الخير عليك، وايه اسباب هذا القرار من وجهه نظرك وردود الفعل في الاوساط الرياضيه على قرار اعتزال اللاعب طارق حامد للعب الدولي مع تالقه في الدوري السعودي؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل متابعينك. يعني هو قرار كان مفاجئ لكل الوسط الرياضي، خرج به طارق حامد النهارده باعلان اعتزاله للعب الدولي بعد يعني ساعات قليله من تالقه مع فريق الضمك ضد اتحاد جده واحرازه الهدف في فريقه السابق، هدف ولا اروع يعني. فكان القرار مفاجئ بالنسبه للجميع، ولكن المقربين من طارق كانوا يعني يعلمون جيدا بنية طارق في اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد ما حدث عقب مباراة جيبوتي واستبعاده هو وإمام عاشور وحسين الشحات لاعبا الأهلي، بحجة إن يعني هم ما تأهلوش التدريب بتاع المستبعدين بشكل كويس، في كلام حصل خلاف مع روي فيتوريا مدرب البرتغالي، فكل الأمور دي أدت إلى قرار استبعادهم عقب المباراة من السفر مع الفريق. فيعني كان في حالة غضب، لأن طارق حامد يعني من يعرف طارق حامد جيدا هو من اللعيبة اللي ما بتحبش تقعد على الدكة، دايما عنده باور وعنده روح قوية للمشاركة بشكل دائم في المباريات. فيعني كان القرار الحالي من جانب طارق حامد، ويقيني ان طارق قرر خد القرار دوت، خاصه بعد ما وصل اكيد ليه معلومات ان هو لن يتواجد مع منتخب مصر في امم افريقيا طالما ظل روي فيتوريا. فيعني اللاعب اثر ان هو يبعد يعني من نفسه وتاتي منه، ولو المنتخب احتاجه قد يتراجع عن القرار، ولكن حتى الان القرار هو يعني طيب نهائي. من بما انك بتقول انه ممكن يكون في احتماليه للتراجع عن القرار، ازاي ده؟ هل ده ممكن يحصل مثلا بتدخل من اتحاد الكوره؟ هل في حديث عن ده اصلا دلوقتي؟ ومساله الاعتذار لروي فيتوريا، هل طلب منه فعلا من طارق حامد وحسين الشحات وامام عاشور انهم يعتذروا لروي فيتوريا؟ يعني بالتاكيد اكيد طلب منهم هذا الامر، طالما في استبعاد يبقى في اخطاء، فبالتالي عشان ترجع لمكانك فلازم يكون في اعتذار. في المقابل اللعيبه شايفه ان هي ما غلطتش، مش شايفه اصلا يعني طارق حامد مش بيشارك بشكل اساسي في الفتره الاخيره مع فيتوريا، امام عاشور يعني ملوش دور في خطه فيتوريا، نفس الامر لحسين الشحات بسبب وجود وفره يعني في هذا المكان، سواء محمد صلاح سواء مصطفى فتحي، فالثلاثي عارفين ان ممكن تكون دورهم صعب مع روي فيتوريا. اما بالنسبه اللي هو التراجع عن الاعتزال، خلينا ناكد لحضرتك انه منذ القرار اصلا وفي يعني ضغوطات على الاقل من كل من حول طارق حامد بيقنعه بالامر، ويعني يمكن شفنا من ساعات قليله برضك تويتة عصام الحضري الحارس التاريخي المنتخب مصر وهو بيطالب طارق حامد، قال له مش موافقك يا طارق على قرارك وانه لازم تفضل في خدمه منتخب بلدك. نقطه الحل للازمه كلها لما قال له ان انت هتفضل لاعب مهم ولازم تمثل منتخب بلدك طبعا على حساب اي حد، ده هيجي وهيمشي ولكن منتخب مصر هو اللي هيبقى. فبان تحديدا انه بيلمح ان الازمه كلها في وجود المدرب البرتغالي روي فيتوريا وازمته مع طارق حامد. وهل في مبادرات من اتحاد الكوره لحل هذه الازمه الى الان؟ يعني حتى اللحظه لا، ما فيش يعني الموضوع منذ ساعات قليله. اكيد هيبقى في تواصل من اللعيبه الكبار مع اول تجمع للمنتخب، ولكن هو طارق حامد يعني بالقرار ده هو بعد نفسه نهائيا عن التواجد مع منتخب مصر في امم افريقيا المقبله المقرر اقامتها الشهر المقبل. واعتقد ان طارق كان لديه يقين او وصلت اليه معلومه بشكل او باخر من افراد جهاز فني افراد اتحاد الكره انه لن يتواجد في التشكيل قائمه فيتوريا القادمه، فهو راجل فضل وده وراء قرار الاعتزال يعني.
من وجهة نظرك أنه مش موجود في المباراة القادمة والتشكيل الأساسي ليها ده وراء قرار اعتزاله؟ لا مش المباراة القادمة يا فندم، لا انه مش هيبقى متواجد في قائمة منتخب مصر اللي هتتوجه لكوتوفار للمشاركة في أمم أفريقيا. فده وراء هذا القرار. ده يعني ده الهدف الأساسي من وراء القرار. طارق حامد يا فندم لكل اللي يعرفه، يعني بحكم ان انا يعني كنت بغطي اخبار الزمالك فقعدت فتره كبيره قريب الصله من طارق حامد، يعني طارق حامد لاعب غيور جدا على الفانيله اللي لابسها، فانيله الزمالك، فانيله منتخب مصر، اي تيشيرت بيلعب ليه هو راجل غيور عليه، بيقدم 200% من مستواه، ما بيحبش يقعد دكه، شايف ان هو يقدر يشارك ويقدم افضل ما عنده، حرصا منه على التواجد مع المنتخب. صحيح اي حد هو بيبعد نفسه من تلقاء نفسه، يعني هو لاعب محترم وياما ادى المنتخب المصري الحقيقه، واحنا نتمنى انه يكون في تدخل في الساعات اللي جايه من اتحاد الكوره لحل هذه يعني الازمه. يمتلك ارقام كبيره جدا سواء مع الزمالك او منتخب مصر او حتى في مسيرته الاحترافيه الحاليه، وان شاء الله يكون في تدخل وفي عدول عن هذا القرار. بكل تاكيد، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في اللي جاي، وكل التوفيق للاعب المصري الكبير طارق حامد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مطوع، شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح مع حضراتكم لفاصل، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه الشباب عنصر مهم جدا ورقم فاعل، ويمكن الرقم الاهم في المعادله السياسيه، واحنا بنتكلم يعني خلاص ساعات قليله بتفصلنا عن انطلاق صافره الانتخابات الرئاسيه 2024 اللي بيصيغ بيها الشعب المصري سطر جديد في مسيره وتاريخ يعني حافل لأمة عظيمة واجهت الكثير من الصعاب ولسه بتواجه التحديات على مدار يعني الزمن. لكن الحقيقة اللي قدرنا ان احنا نحمي بيه نفسنا هي إرادة وعزيمة الشعب ده ووعيه والفطنة اللي يمكن مولودين بيها والحكمة اللي احنا بقينا بنشوفها حتى في الناس اللي يعني عندهم أبسط وأقل الدرجات التعليمية، وحتى لو ما عندهمش حتى أي درجة تعليمية، لكن بنشوف نية خالصة وحب كبير جدا للبلد دي يوم بعد يوم، بيثبت إن إحنا أمة وشعب دايما إيد واحدة في كل الأزمات. في الاستحقاقات الانتخابية الهامة زي الانتخابات الرئاسية الحقيقة بنشوف إنه الشباب متصدر المشهد بشكل كبير، ودي نقطة فارقة، لأنه قبل كده كنا بنشوف كبار السن هم أكتر ناس موجودين في الانتخابات، ودي حاجة كانت بتضايقنا شوية إنه إحنا مش موجودين، إحنا صوتنا مش مسموع. لكن بكل المبادرات الشبابية اللي إحنا شفناها، وكانت يمكن معظمها مبادرات رئاسية، شفنا مكان هام جدا للشباب في كل الاستحقاقات الانتخابية اللي فاتت، وده شجعهم بشكل كبير إنهم يكونوا جزء من تاريخ البلد دي، وإنهم يقدروا يكونوا العلامة الفارقة ويمكن الأهم في حكاية هذا الوطن الأبي الصامد على مر التاريخ. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن دور الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اللي بيتم لتحفيز الشباب للمشاركة، مع ضيوفي اللي منورينا النهارده في الاستوديو النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أستاذ عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أهلا بكم منورين. أهلا بحضرتك. ابتدي مع حضرتك سيادة النائب، ويمكن مسألة مشاركة الشباب مش بس في الانتخابات الرئاسية، لكن وجود الشباب وتصدرهم للمشهد السياسي في كل الاستحقاقات اللي فاتت وفي المؤتمرات الهامة للدولة، وحتى انهم جزء كبير جدا من تنظيم اي مؤتمر كبير بتشهده الدولة، الكادر الرئيسي الموجود شباب، ودي حاجة تفرح الحقيقة. ازاي قدرنا ان احنا نوصل بالشباب المصريين لهذا النسق من يعني الوعي السياسي، وانهم يكونوا موجودين ومشاركين في المشهد الى هذا الحد؟ احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين قلنا اكتر حاجه لازم تكون مؤثره في الانتخابات غير صوت المراه طبعا، هو لازم كمان صوت الشباب المصري. عشان نقدر نوصل لده كنا لازم ننزل قلب الجامعات المصريه، سواء جامعات حكوميه، اهليه، خاصه، معاهد فنيه، معاهد تكنولوجيه، عشان اخد من الكلمه اللي حضرتك قلتيها نخلق وعي سياسي. عشان يتخلق الوعي السياسي عمرنا ما هنخلقه من خلال المواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الاعلام المحترم، رغم ان الاعلام عمل دور مهم جدا في طبعا الانتخابات المصريين في الخارج يوم 1 و2 و3 اللي فاتوا. وعايز اقول لحضرتك، وانا يعني بصراحه يعني بشيد بالمجهود اللي اتعمل من المتحده للخدمات الاعلاميه تحت مظله القنوات كلها، ان هي وصلت ان احنا فعلا عندنا شباب قدر يوصل للسفاره من دوله لدوله عشان خاطر يروح يدي صوته.
اللي ده عشان يقدر يحصل كان في السادة المرشحين اللي احنا بنكني لهم كل احترام وتقدير قدروا يوصلوا لمجموعة كبيرة من الشباب عشان يقدروا يقولوا انزلوا شاركوا في العملية الانتخابية. التنسيقية لما نزلت الجامعات كنا بنسأل سؤال واحد، هل حضراتكم عندكم علم وعندكم وعي الانتخابات دي بتتم امتى؟ الانتخابات بتتم على اساس ايه؟ في ناس تعرف وفي شباب كتير ما كانتش تعرف. كان دورنا احنا في التنسيق ان احنا نعرف. ايه الكلام اللي خضك سمعته من الشباب خضك عن المشاركه في الحياه السياسيه؟ هل احنا لسه في شباب شايفه انه مش مهم او انا كده كده صوتي مش هيفرق؟ انا في الحوار الوطني اتعلمت حاجه مهمه جدا ودي كانت حاجه بصراحه احنا يعني قعدنا سنه وشهرين بالظبط بنتعلمها، ان الصراحه ما فيش احسن منها. عشان احل مشكله موجوده جوه في الحوار الوطني لازم تقول الصراحه. الصراحه ان الشباب بتقول هو انا صوتي هيفرق؟ ما هي كده كده محسومه. انا هنزل اعمل ايه؟ كان الكلام ده مهم جدا ان احنا نرد عليه داخل الجامعات. كانت اول حاجه بنرد عليها هو انت اساسا عارف ان انت عندك كم مرشح رئاسي ولا لا؟ الانتخابات بتتم على مدار كام يوم؟ ووقتها قد ايه في اليوم؟ طب الشباب لما ابتدت تسمع برامج المرشحين من قبل التنسيقيه او من خلال حضراتكم في الاعلام وهم قاعدين معانا في المحاضره زي ما بيقولوا، ابتدت الناس تقول لك ايه ده، هو في ناس فعلا مرشحين بجد؟ في ناس بتقول برامجها بجد؟ الناس كانت واخده القصه اللي هو ايه، خلاص انتخابات حد ما هينجح وخلاص. لا طبعا، ودايما كنا بنقول مثلا كنا بنعمل الامثله دي علينا احنا شخصيا. يعني انا لما كنت بتشرف نزلت انتخابات مجلس كان اسمه مجلس الشعب ساعتها في 2012 كنت بقول انتوا يا شباب بتسقطوا شباب زيكم عشان ما بتنزلوش في الانتخابات. لما ابتدى الوعي يزيد زي ما حضرتك بتقولي في انتخابات 2015 حصلت على اصوات كتيره جدا وخدت 20,800 صوت ودخلت الاعاده، فلما شافوا ان في ناس معينه داخله الاعاده قال لك لا ما هي كده كده محسوم. يا جماعه انزلوا وجربوا وشوفوا. وكان الفرق ما بيني وما بين السيد المحترم النائب اللي نجح كان فرق بسيط جدا في الانتخابات. لما ابتدينا نقول في انتخابات 2020 يلا صوت الشباب، ربنا اكرمنا في القائمه الوطنيه في نفس الدائره وخدنا 114,000 صوت. وال 114,000 صوت لما قلنا لهم احصائيات الشباب اللي نزل كان عامل ازاي، ابتدت الشباب تحس اللي هو ايه ده، ما صوتي فعلا فارق. صوتي فارق وصوتي فارق كويس جدا ان انا اقدر انجح مش فتحي فقط لغير ده مجموعه كبيره من الشباب. فابتدينا اللي هم هيوصلوا افكاري وهيوصلوا طبعا الاطروحات اللي عندي اللي انا متخيل طبعا ان هي. فابتدينا نركز على اهم شيء، مين اللي بينزل ينتخب جوه في المدرسه ومين اللي بينزل ينتخب جوه في الجامعه، انتخابات المدارس وانتخابات الجامعات. فابتدينا نركز على اتحادات الطلبه وابتدينا نركز على وغير كمان تروحي عبد الله انتخابات الجامعات قبلها انتخابات المدارس. عايزين نسمع من عبد الله عملوا ايه في الانتخابات بتاعت المدارس، ازاي بتروجوا لمساله الانتخابات دي وضروره المشاركه يا عبد الله بما انك رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره. طيب خليني اخد حضرتك لجزئيه الانتخابات. خليني في الاول يعني بتشرف بوجودي مع حضرتك ومع سياده النائب. وفيما يخص الانتخابات خلينا نتكلم اول عن انتخابات اتحاد الطلبه. احنا بنتكلم مع الشباب جوه انا كنت بتشرف برضو ان كنت رئيس اتحاد طلاب المدارس قبل ما ادخل الجامعه واكون برضو انت ماشي العمليه الانتخابيه بالتدريج يعني يعني بتجري في دمي عمليه الانتخابات واتحاد الطلبه وتمثيل الطلاب، وده شيء مشرف جدا. احنا بنتكلم مع الطلبه في كل مرحله بندخل فيها الانتخابات عن اهميه اختيارك لايا كان الشخص اللي هتختاره فينا المرشحين، وكل واحد بيعرض افكاره وبرنامجه على الشباب دي وبنقول لهم يا جماعه انتوا اللي بايديكم تختاروا اللي هيمثلكم وهيعمل لكم الحاجه اللي انتوا عايزينها. فلو حضراتكم يعني كسلتوا في ده احنا برضو يعني حد فينا هيفوز وحد فينا هيكون في الانتخابات، ولكن انت ممكن تضيع على نفسك فرصه ان انت هتطالب في وقت من الاوقات بحاجه كنت عايز تعملها، ولكن مثلا اللي فاز مش حد يعني عايز يعمل لك فعلا الحاجه اللي انت عايزها، وهكذا بقى في المراحل المختلفه. احنا في الجامعه الموضوع بيكون اكبر شويه واوسع شويه. انتخابات الجامعه وانتخابات اتحاد طلاب الجامعه بتمر بثلاث مراحل، الدفعه كليه جامعه، وكل مرحله بيكون ليها برنامج انتخابي مختلف. بنبدا ان احنا نتكلم مع الشباب على اهميه المشاركه في الانتخابات عشان تختار من يمثلك يعني بكل يعني شرف. ده خليني برضو اوضح لحضرتك ان هو هيدينا انا دفعه لما الاقي ناس كتير فعلا نزلت وشاركت واختارت من يمثلها، هيديني دفعه وانا شغال طول السنه اني اعمل كل اللي اقدر عليه علشان
في مجموعه كبيره جدا بتثق فيك وفي مجموعه كبيره جدا مش هتقدر تخزنها. ما انتخبنيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، العدد بيصنع الفارق. طبعا، وخليني اقول لحضرتك ان احنا في اتحادات الجامعات بنتباهى لو انا جايب يعني كليتي كلها نزلت شاركت في الانتخابات اختارتني، هتباهى مع الكليات الثانيه واقول لهم انا جايب الانتخاب وعدد الناس اللي انتخبتني كان كذا، عندي وعي بعمليه اختيار من يمثلني في كليتي، بتشرف في وسط الجامعه. طب على مستوى الجامعه لما انتخب على مستوى جامعتي ويكون في انتخابات حقيقيه والناس تختارني، هروح وسط الجامعات الثانيه واقول بكل فخر انا جاي منتخب من عدد 1 2 3 من الناس. ده بيبين قد ايه الناس اللي بتنتخب وعيه، ده بيبين قد ايه اهميه ان انت تكون في مكان الناس فاهمه فيه يعني ايه حد بيمثلها وحد عايز يقدم لها حاجه فعلا. خلينا بقى نعكس ده على الواقع المصري او واقع الانتخابات المصريه. حجم الوعي في بالانتخابات الرئاسيه مهم جدا ولازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل عليه. شباب الجامعه عنصر مهم جدا والشباب عامه عنصر مهم جدا. ايه اللي شجعنا اكتر واكتر ان احنا نكون موجودين في الانتخابات الرئاسيه 2024؟ جزء تمكين الشباب. هل الشباب ليهم مساحه اتسمعوا فيها الفتره اللي فاتت تشجعهم ان هم فعلا فعلا شايفين ان دورهم هيكون مؤثر في الانتخابات اللي جايه؟ خليني ابدا بحضرتك مع حضرتك الموضوع بالحوار الوطني. هتشرفنا ان احنا كنا موجودين في الحوار الوطني وكان مقر لجنه الشباب في الحوار الوطني النائب احمد فتحي، يمكن حضرته يعني لف معانا على جامعات كتير عشان يسمع من الشباب ايه تحدياتهم. طب ايه الحلول اللي حضراتكم ممكن تقولوها علشان نحل التحديات دي؟ وفعلا على مدار فتره كبيره جدا كانت جلسات تمهيديه، الحوار الوطني في جلسته بمنتهى صراحه ممكن يعني الشباب زمايلي وانا اتشرفنا ان احنا كنا موجودين بمنتهى صراحه، طلعنا واتكلمنا بدون اي قيود ايه التحديات اللي بتقابلنا وازاي يكون عندنا حلول ليها. مش انا بس، لا زمايلي من اتحاد المدارس يعني المرحله الاصغر كمان، زمايلي من ذوي الهمم، فئات شباب كتير، زمايلي من الانشطه الطلابيه، فئات شباب كتير جدا جدا طلعت اتكلمت بمنتهى الصراحه عن تحديات وحلول. اذا الدوله بتسمع الشباب وبتشركها معاها، يعني ما اكتفتش ببرامجها، ما اكتفتش بالمشاريع، لا قالت كمان يا شباب مصر شاركوني بافكاركم والدوله هتنفذ ده ان شاء الله. صحيح، حتى وان كانت رؤى وافكار مختلفه لكن طرح هذه الرؤى والافكار طبعًا على طاوله الحوار بكل تاكيد اثره ايجابي جدا، وده اللي احنا شفناه فعلا. يعني يمكن جلسات الحوار الوطني شجعت الناس، شفنا يعني يمكن لسنين طويله ما شفناش معارضه بتطرح رؤاها بالشكل ده بدون خوف بمنتهى الصراحة، بنتكلم عن مشاكلنا بنطرح حلول ليها. الحوار الوطني شجع انه يكون في هناك معارضة حتى وان يصفها البعض بانها معارضة ديمقراطية، وده المطلوب احنا عايزين نحل. الكلمة برضه هاخدها معاك، كلمة عايزين نحل دي لو انا مش عارف ايه اسباب المشكلة ما هي سبب، يعني انا بقول دي في مشكلة يبقى انا كده معارض ان انا مش يعني مشكلة وبأيدها، ده مش حاجة صح. بس اهم شيء في الحوار الوطني اوجد لي توصيات. الشباب اللي يعني بنتشرف بيه زي عبد الله وغيره من ممثلين الاتحادات في المدارس والجامعات والانشطه الطلابيه، عايز اقول لحضرتك يا استاذه هدير، قالوا لنا كنز افكار رايح للبرلمان ورايح للسلطه التنفيذيه. بس كان الكنز ده لازم برضو اروح بيه للانتخابات الرئاسيه. الانتخابات الرئاسيه هو كان سقف طموح اي شاب سياسي، هو الشباب اللي بينزل اتحاد طلبه دول شباب سياسيين. اللي هو بينزل يتكلم عن اللجان النوعيه سواء لجنه اجتماعيه ثقافيه رياضيه، كل ده شباب سياسي. بس كان اخره، انا اسف في الكلمه، اللي هم دايما يقولوا لنا انا اخري اقعد عند الجامعه وما معرفش اوصل ايه من بعد الجامعه. كان في حلقه مفقوده ما بينهم وبين طبعا. فالحوار الوطني بيحل ده. بس الحوار، هل الحوار الوطني لما احنا ابتدينا نقول للشباب الفتره الجايه اللي فاتت ان انت بنوجهك لمرشح معين؟ لا. ليه؟ احنا غرضنا الرئيسي ان الناس تشارك في العمليه الانتخابيه وتقرا برامج. لما عبد الله يحس ان الحوار الوطني اللي دعا ليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول لك انا هسمع صوت الشباب وهكمل ومستمر ان انا احل المشاكل والتحديات اللي انتوا بتواجهوها، فعبد الله يقول وزمايله يقولوا انا هروح انتخب السيد المرشح عبد الفتاح السيسي. في ناس ثانيه عندها ايديولوجيز مختلفه فهتروح تنتخب الساده المرشحين التانيين زي السيد المرشح حازم عمر او السيد المرشح عبد السند يمامه او السيد المرشح فريد زهران. بس عشان يروح ينتخبوا كنا بنقول لهم في الجامعه اقروا
واتفرجوا لما بيطلعوا في الإعلام. وده أنا ليه شكرت في الأول المتحدة، عشان لما ألاقي شركة بتمنح السادة المرشحين 100 دقيقة مجانا إن هم يعرضوا برامج انتخابية، ده شيء ما احنا ما شفناهوش على مدار السنوات اللي فاتت قبل كده ولا في أي انتخابات رئاسية. فلما نقول للمشاهد ان في انتخابات رئاسيه بجد، في انتخابات رئاسيه بجد، حاله من التعدديه السياسيه واضحه، وبرامج واطروحات للمشاكل الاقتصاديه بالزبط. والسياسيه اللي من حق الناس تشوفها وتسمع عنها بالزبط. وتختار المرشح. هو ده الرساله القويه اللي احنا بنوصلها لشبابنا. يا شباب انزلوا انتخبوا، بس انتخبوا مين؟ اقروا للناس، اقروا المرشحين بيقولوا ايه، هل هينفذوا الكلام ده ولا لا. ده انتوا اللي عندكم بقى الحس السياسي اللي تشوف فعلا المرشح دوت هيقدر ينفذ الكلام ده على أرض الواقع ولا لأ. أخيرا هعمل حاجة بس قبل ما أنا عارف تطلعي الفاصل. أنا دايما مهتم بأمين الفصل الصغير اللي عنده 8 سنين. إحنا كنا بنتناقش الفترة اللي فاتت مع أمين الفصل اللي عنده 8 سنين. يعني إيه عندنا انتخابات رئاسية رغم إن هو ملوش حق تصويت؟ إحنا مش رايحين فاصل. طب خلاص يبقى قولي بقى أمين الفصل اللي عنده 8 سنين ده إزاي بتتناقشوا معاه عن الانتخابات؟ إحنا عندنا الفكر مش رايح إن أنا آخد مجموعة من الشباب فإحنا نروح للسادة المرشحين. أنا بشكر زمايلي إن هم عاملين برنامج انتخابي هيقدموه للسيد الرئيس القادم إن شاء الله، هيقولوا له إن دي إحنا كل الهيئات وكل الأماكن رحنا قعدنا معاهم وطلع بتوصيات. منها اتحاد طلاب مدارس الجمهورية. اتحاد طلاب مدارس الجمهورية دول شباب بيتكلم في برنامج انتخابي للفصل بتاعه. فالطفل ده وهو بيقول البرنامج الانتخابي بتاعه، طب انا لازم ازرع جواه ان احنا عندنا حاجه اسمها انتخابات رئاسيه. طبعا هو لسه ما تمش 18 سنه، بس ازرع من جواه زي ما انت عندك برنامج انتخابي في رئيس جمهوريه عنده برضه رؤيه، وعنده رؤيه على مدار مثلا الرئيس الحالي 9 سنوات اللي فاتوا قدم ايه وعمل ايه وايه النجاحات اللي عملها، وهل انت مقتنع ان انت ان شاء الله لما تتم السن تكون في يوم من الايام تقدر تستمر وتقول ان فعلا في رئيس جمهوريه عمل 1 2 3 ولا لا. فلما تخيلي حضرتك توضحي لاطفال صغيرين ان في حاجه اسمها رئيس جمهوريه، ان في حاجه اسمها برنامج انتخابي زي ما انت بتعمل كده بالظبط، فلما هيوصل لي في يوم من الايام زي عبد الله هيوصل له بالترتيب ان من امين فصل هيطلع لامين مدرسه، هيطلع للمديريه، هيطلع ينافس على مستوى الجمهوريه، فبقى اسمه مكتب تنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهوريه. الحوار الوطني كان بيقول عشان اقدر استمر في النجاح ده في جامعات بتطبق الانتخابات على اكمل وجه ممكن، وفي جامعات مش شايفه اساسا ان الاتحادات دي والانشطه الطلابيه ليها اهميه. لكن احنا بنتكلم في الجمهوريه الجديده، لا هيبقى كل الجامعات هتهتم بالاتحادات طبعا وبالانشطه الطلابيه، فيطلع ينتخب في الانتخابات بتاعه الكليه ويطلع على مستوى الجامعه. طب هل هيتوقف؟ ودي كانت مشكله بتواجه الشباب في الوقت اللي فات، كان بيتوقف على ده، منهم ناس قليلين جدا، انا بتشرف ان انا واحد منهم ومجموعه من التنسيقيه ومن الاحزاب اللي بنكلنا كل احترام وتقدير اللي كملوا. طب احنا عايزين الاف تكمل، ليه الاف تكمل؟ وده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو ليه، الا وهو ايه؟ ان احنا نبني كوادر شبابيه. عشان اقدر ابني كوادر شبابيه انا عندي انتخابات محليات الفتره الجايه، قانون هيتم مناقشته في البرلمان ويطلع للنور مع الدستور عشان خاطر نقول ان احنا عندنا انتخابات حقيقيه للمحليات. مين اللي هينزل الانتخابات دي؟ لازم ناس زي عبد الله وشباب زيه. مين اللي هينزل انتخابات لمراكز الشباب اللي برضه فاتحين في الحوار الوطني؟ موضوع مهم جدا هو مراكز الشباب والمشاكل والتحديات اللي بتواجه مراكز الشباب والانتخابات جواها. ليه انا بتكلم في ده يا استاذه هدير؟ عشان لو عايز ابني كادر صح ان شاء الله يقول ان انا عندي صوت وعندي اراء وعندي طموحات، عمري في حياتي ما اقدر ابتديها الا من امين الفصل الصغير اللي ان شاء الله في يوم من الايام يبقى عضو برلماني او عضو مجلس شيوخ او يبقى رئيس جمهوريه ان شاء الله في يوم من الايام. صحيح، ويمكن دي نقطه مهمه وفارقه، لانه كتير كنا بنتكلم السنين اللي فاتت في افتقادنا للكوادر. ده حقيقي. يعني نشوف مثلا انه احنا عمالين نقول ان احنا شبابنا مظلوم مش بيوصل مثلا لمناصب ما، ده حقيقي. لكن الحقيقه انه كان في عدد كبير من الشباب غير مؤهل اصلا للمشاركه في الحياه السياسيه. فالتاهيل وانه نبتدي من الصغر وانه نوصل انه كل اتحادات الطلبه في الجامعات تكون على هذا القدر والوعي السياسي، ده شيء مهم جدا وطارئ. ممكن اقول اخر حاجه صغيره عشان بس اثبت الكلام، التنسيقيه عملت حاجه لطيفه جدا اللي هي تبنت اتحاد طلاب مدارس الجمهوريه واديت لهم ورش عمل خلال الفتره اللي فاتت، وابتدينا نتكلم معاهم عن موضوع الانتخابات الرئاسيه.
أول خطوة عملناها معاهم اللي هم شرفونا في البرلمان المصري، حضروا قانون من أهم القوانين اللي المجتمع المصري منتظرها، هو قانون التصالح على مخالفات البناء. فتخيلي لما شباب صغير يسمع نائب في البرلمان بيتكلم عن حق شرعي للدولة المصرية ولسادة المواطنين، فيبتدي يقول الله أنا نفسي في يوم من الأيام أبقى حاجة زي كده وأبقى مؤثر. عايز أقول لحضرتك طب ده أثر في إيه وهو لسه ما تمش السن؟ أثر مع أسرته، أثر مع المدرسين عنده في المدرسة، ابتدى يقول أنا انزلوا وشاركوا في العملية الانتخابية خلال الفترة الجاية. فده اللي احنا بنتبناه في التنسيق، اللي احنا نهتم بالنشأ اللي إن شاء الله يكونوا قادة المستقبل. صحيح، ويمكن هي الوعي السياسي أو الوعي بشكل عام هي الكلمة الفارقة اللي فرقت معنا في كل الأزمات اللي احنا بنعدي بيها. ولما الوعي ده يبتدي من النشأ اللي احنا اصلا بنعمل كل ده عشانهم، لانه المستقبل بتاعهم ده شيء مهم جدا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معانا. سياده النائب احمد فتحي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. استاذ عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا. العمليه الانتخابيه والانتخابات الرئاسيه ومشاركه حضرتك فيها شيء هام جدا. كل المرشحين بالنسبه لهم الحد الاقصى في هذه الانتخابات هو الفوز بالانتخابات، لكن كمان هناك حد أدنى وهو المشاركة في الحياة السياسية، وأنه يكون عندنا تعددية سياسية، وهذا الحد الأدنى شيء مهم جدا ومكسب سياسي هام جدا أنه يكون موجود. علشان كده ما تضيعش حقك الدستوري، انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية، وربنا دايما يولي علينا من يصلح. شكرا على متابعة حضراتكم النهاردة، كده وصلنا لآخر حلقتنا، ودايما نشوفكم على ألف خير.